موضوع اللي هنتكلم فيه مع حضراتكم دلوقتي خلينا نشعر جميعا بالفخر، موضوع متعلق بعلمائنا واساتذتنا وباحثينا اللي مشرفينا على المنصات الدوليه في الابحاث العلميه على مستوى العالم. من كام يوم جامعه عين شمس اعلنت عن مجموعه من العلماء جت اسمائهم ضمن قائمه جامعه ستانفورد ضمن افضل 2% من الاكثر تاثيرا في العالم ضمن تصنيف علماء العالم. معنا دلوقتي واحدة من العلماء وهي الدكتورة أميمة عبد الكريم الدهشان، أستاذ ورئيس قسم العقاقير في كلية الصيدلة جامعة عين شمس. صباح الخير على حضرتك يا دكتور وألف مبروك. صباح النور. صباح النور، أهلا وسهلا بيك والله يبارك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. في البداية عايز أعرف من حضرتك يعني وضع اسمك في هذه القائمة ضمن أفضل 2%، يعني حتى نسبة يعني مش كبيرة، احنا بنتكلم أفضل 2% على مستوى العالم حسب جامعة ستانفورد، جه بناء على إيه أو حسب أي معايير؟ هو الأول قبل أي حاجة خالص احنا بنبارك للشعب المصري على نصر أكتوبر العظيم، وسعيده جدا ان الاعلان عن ال 2% في قائمه ستانفورد جت في الشهر ده. فالصراحه كانت يعني فرحتين، فرحه النصر وفرحه برضه نصر المصري. ده نصر طبعا اخر ال 2% ديت حاجه مشرفه طبعاً لمصر ولينا كلنا. حضرتك احنا علشان نبقى تو بي انكلودد في الليسته ديت بيبقى نتيجه مجهود كبير جدا في الابحاث. يعني احنا وصلنا مثلا لعدد ابحاث كبير الحمد لله، يعني وصلنا ل 120 بحث، والابحاث دي بتبقى منشوره في مجلات علميه كبيره جدا. بيبقى في استشهادات على الابحاث ديت من علماء اخرين، فده بيرفع النسبه بتاعه الابحاث او بيرفع قيمه الابحاث يعني. دي كان بيهمنا جدا في الابحاث واحنا شغالين انها لازم تكون بتخدم الصحه القوميه. يعني حضرتك عارفه ان مثلا في امراض كتيره منتشره في مصر زي الكبد، زي الكانسر، زي الزهايمر، فده كان واحد من التارجت اللي احنا كنا شغالين عليه ان احنا موجهينها ناحيه الصحه القوميه في بلدنا. طبعا ده مش مجهود مثلا فردي ولا حاجه، ده بالعكس، ده يعني الكليه عندنا مساهمه كبيره جدا، لها مساهمه كبيره قوي. احنا عندنا في مركز اكتشاف الدواء برئاسه استاذ دكتور عبد الناصر كنجاب، وده يعني بالمناسبه واحد برضو من الموجودين في الليست. المركز ده موفر لنا جميع الاجهزه اللي احنا نقدر نشتغل عليها. في كمان علاقات دولية سواء عربية أو أجنبية، يعني مع تونس، مع السعودية، مع إنجلترا، مع ألمانيا، مع أمريكا، رومانيا، كوريا، الصين. فالعلاقات الدولية دي كمان ساهمت كتير جدا في أن الأبحاث تكون لها قيمة عالية. برضو ما ننساش دور البنك المعرفة، يعني بنك المعرفة الصراحة ساعدنا كتير جدا، موفر لنا جميع الابحاث اللي نقدر نطلع عليها، الابحاث الحديثه من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه عامل اتفاقيات مع مجلات كبيره للنشر بحيث ان احنا نقدر ننشر فيها يعني بدون مقابل. ودي طبعا يعني مجلات قيمه جدا ما بتاخدش الا ابحاث قيمه بس محتاجه تكاليف عاليه، فاحنا بننشر يعني نشكر جدا جدا البنك المعرفه ان هو وفر لنا حاجه زي كده. طيب الشرط يا فندم اللي على اساسه بيكون موجود فيه عالم من العلماء في هذه القائمه، هل عدد الابحاث ولا مجالات الابحاث؟ عدد الابحاث والاستشهادات بيها. يعني عدد الاستشهادات قد ايه؟ الابحاث الاخرى من الناس من العلماء الاخرى استشهدوا بالابحاث بتاعتنا بقد ايه؟ وطبعا قيمه البحث نفسه، لان ما يبقاش البحث ضعيف، يبقى البحث قوي، فبالتالي بيستشهد بيه. طيب دكتور، يعني حضرتك نشرتي حوالي 119 بحث ما شاء الله في مجالات متعدده ومجالات كبيره الحقيقه. لو هسأل حضرتك عن أبرز الأبحاث اللي تناولتيها عن تخصصك. تمام. هو حضرتك احنا مثلا يعني انا لسه امبارح جاي لي يعني قبول بحث او 12 بحث ليا في مجله يعني اسمها بي ام سي كومبلمنتري ميديسن، ديت على نبات بنستخدمه في علاج الكانسر بالذات خلايا سرطانيه بتاعه البريست او الثدي،
وفي نفس الوقت طبعا يعني هو احنا بنشوف التأثير بتاعه على الخلايا السرطانية للثدي، وفي نفس الوقت لقينا كمان له اكتيفيتي كويسة او له تأثير قوي على فيروس اسمه ادينو فيروس. فكان البحث صراحة يعني هو لسه جاي امبارح جديد لسه منشور امبارح. في برضو ابحاث تانية احنا اشتغلنا عليها على الكبد، زي ما حضرتكم عارفين ان الكبد زي من الامراض المزمنة اللي موجودة في مصر. فبنعمل تارجت للنباتات او اللي هي المستخلصات اللي ممكن تتأثر بطريقة ايجابية جدا على الكبد، وفي نفس الوقت الحاجات دي منتشرة في مصر وموجودة فبنقدر نستخدمها بسهولة. يعني في الاوريجينو ده نبات موجود في مصر ومنتشر، فممكن ان احنا نستخدمه في علاج الامراض الكبديه. يعني لما بيكون في تليف للكبد ده بيطلع نسبه امونيا عاليه بتوصل للبرين او المخ بتعمل كوما او الاغماء، يعني اللي هي اغماء الكبد. فالنبات ده ممكن ان هو يساعدنا في تخفيف الاستيروزس او التليف بتاع الكبد، وفي نفس الوقت بيحسن وظائف المخ. كمان احنا اشتغلنا على الزهايمر. طبعا الزهايمر ده زي ما بيقولوا مرض العصر حاليا. الزهايمر ده ويقال انه ملوش علاج يا دكتور. اتفضلي. ويقال انه ملوش علاج، انه الزهايمر مرض الزهايمر ملوش علاج. هو احنا بنحاول نجيب تخفيف ليه مش كعلاج علاج. هقول لحضرتك احنا مصر مليانه ابحاث رائعه وقويه جدا، بس المشكلة إن إحنا محتاجين تطبيق كلينيكي لها. طبعًا. يعني عايزين في علاقة ما بين الصناعة وما بين الشغل الأبحاث. لو حاجة زي كده حصلت إحنا هنطلع أدوية يعني تقود العالم، هنكون إحنا رقم واحد في العالم في مجال إنتاج الأدوية. طبعًا بكل تأكيد إحنا بنفرح دكتورة. أنا بناشد إن يكون في علاقة قوية ما بين الصناعة وما بين الأبحاث اللي بتتم في كلية الصيدلة. صحيح دكتور، احنا كمان بنفرح لما بنلاقي ابحاث لعلماء مصريين ودكاتره مصريين تم نشرها في منصات عالميه، دي حاجه، ومجلات عالميه، دي حاجه طبعا تدعو للفخر. لكن الاهم زي ما حضرتك ذكرتي فعلا انه يتم ربط هذا الامر، يتم ربط هذا البحث بالصناعه حتى يطبق بالفعل. شكرا جزيلا والف مبروك مره ثانيه دكتوره اميمه عبد الكريم الدهشان، استاذ ورئيس قسم العقاقير في كليه الصيدله جامعه عين شمس. شكرا جزيلا يا فندم.